اهلا بكم من جديد. خلينا على طول دلوقتي نروح لليندا عشان نتعرف معاها على اخر اخبار الطقس والعملات وكمان اسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير منا. صباح الخير. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه منا الطقس النهارده الصبح ما زال حر، ولكن بالليل الحمد لله هيكون معتدل الحراره. تمام، تعالوا نشوف التفاصيل بقى. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.52، أما الشراء فسجل 18.44. اليورو البيع سجل 19.62، أما الشراء فسجل 19.52. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.30، أما الشراء فسجل 23.19. الفرنك السويسري البيع سجل 19.19، أما الشراء فسجل 19.09. هنروح للريال السعودي، البيع سجل 4.94، أما الشراء فسجل 4.91. الدينار الكويتي البيع سجل 60.55، أما الشراء فسجل 60.18. الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.04، أما الشراء فسجل 5.02. اليوان الصيني البيع سجل 2.82، أما الشراء فسجل 2.81. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 سجل 950 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1110 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1270 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8810 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وفي كمان شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 38، وأقل درجة حرارة في العريش 24. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.